وعليه فإن مجلس الجامعة يقرر تعليق العمل في الجامعة. مجلس جامعة تعز يقرر إيقاف الدراسة بكل كليات الجامعة بعد الاعتداءات المتكررة، ابتداء برئيس الجامعة، مرورا بمصادرة أراضي الحرم الجامعي، وانتهاء بما حدث يوم أمس. ويؤكد المطالب التالية: سرعة القبض على المعتدي عبد الحكيم الشجاع وإحالته إلى النيابة العامة المختصة، سرعة القبض على بقية أفراد العصابة المتهمين بمحاولة اغتيال رئيس الجامعة التي أدت إلى إصابته ومقتل مرافقه الشهيد موفق بقاش الشميري، وسرعة إلى إحالتهم إلى النيابة الجزائية المختصة وفقا للقانون والأوامر القضائية دون انتقاء أو استثناء، سرعة إخلاء مباني كلية الطب الجديد من أفراد الجيش للمباني وتسليمها إلى الجامعة، احترام الجامعة ومعاييرها الأكاديمية والإدارية والامتناع عن أي تدخلات في ممارساتها لعملها. استبشر ما يزيد على 40,000 طالب وطالبة بعودة الدراسة وافتتاح الجامعة بعد انحسار كورونا، وها هي تخلو منهم من جديد وتغلق الكليات أمامهم بعد اعتداء يوم أمس الذي أدين من الجميع بما فيهم قيادة المحور التي حجزت المعتدي بالشرطة العسكرية معلنة أنه لا يمثل إلا نفسه. فجامعة تعز مصدر فخر لكل أبناء المحافظة، يجب صيانتها وتجنيبها من كل المشاكل، وأنها مكان للعلم والعلماء وتربية الأجيال الذين يدفعون ثمن هذا التوقف، والاعتداء عليها اعتداء على كل أبناء المحافظة. أنا حضرت واقعة الاعتداء على الدكتور رياض من أولها، من ألفها إلى يائها، وشاهدت بأم عيني ماذا من تصرف. حسيت صراحة أنا فعلا ما عادش يشكون دكتور في داخل الجامعة، أشرف لي أجلس بالبيت لأنه ما سمعتش. أنا رأيت وشفت التهجم. قرارنا هو حماية لحرم الجامعة، حرمة الجامعة، قدسية الجامعة، للأستاذ الجامعي وللطالب الجامعي. يجب أن تحترم الجامعة كونها بيت لكل أبناء تعز ومنارة إشعاع للمحافظة ولليمن، وتعليق الدراسة اضطر إليها بعد أن تكررت الاعتداءات حتى أصبحت ظاهرة، هكذا يقول مسؤولو الجامعة. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.